كارثة حقيقية ألمت بالقطاع الصحي في مستشفيات قطاع غزة. الآن مجمع الشفاء الطبي والمجمع الأكبر في قطاع غزة قد خرج عن السيطرة تماما. السعة السريرية في المستشفى عبارة عن 500 سرير، والآن ما يقارب 1000 جريح ومريض داخل المستشفى، أي بمعدل الضعف. معظم هؤلاء الجرحى الآن في طرقات المستشفى وعلى الأرض، وضع يعني صعب جدا. تم استهلاك جميع المستلزمات الطبية والأدوية، أقسام العناية المركزة امتلأت تماما. نقوم بعمل عمليات عاجلة للمرضى ويبقوا في غرف العمليات لعدم وجود أسرة لهم، لا في العناية المركزة ولا في أقسام المبيت. وضع خطير جدا جدا. هناك شح في امدادات المياه داخل المستشفى، وأيضا هناك نازحون المستشفى حوالي 35,000 نازح. المستشفيات بدون وقود لا يمكن أن تكون ولا تعمل وتصبح مقابر جماعية. الكهرباء يعني نشتغل على المولد الكهربائي، ونقوم بتقليص العمل في أقسام العناية المركزة والحضانات. إذا انقطعت الكهرباء سيتم قطع الأكسجين مباشرة، وسيموت كل المرضى على التنفس الصناعي وكل المرضى في داخل حضانات الختاج، ولن نستطيع إجراء أي عملية جراحية بدون أكسجين، ويصبح هؤلاء المرضى والجرحى بمثابة موتى مع وقف التنفيذ. يعني لا خيار لنا إلا أن نعالج أبناء شعبنا مهما كلفنا الثمن ومهما كلفنا التضحيات، لأنه لا مجال لنا للتراجع عن علاج هؤلاء الجرحى وهؤلاء المرضى.